حدث أكثر حول ارتفاع منسوب المياه في نهر الأردن. ضم إلينا الآن الناطق باسم وزارة المياه والري سيد عمر سلامة. سيد عمر أهلا وسهلا بك. سيد عمر نتحدث بداية عن تفاصيل هذا الارتفاع في منسوب المياه في نهر الأردن وكيف تعاملت معه الأجهزة المختصة. سيدي أستاذ طارق الله يمسيك بالخير والمشاهدين. مثل ما ذكرت المنخفض الجوي كان غزير وبكميات كثيفة في مناطق متعددة من المملكة. احنا بنحكي اليوم احنا وصلنا 60% من الموسم المطري طويل الامد، ما شاء الله حوالي 4 مليارات و916 مليون متر مكعب هطلت على اراضي المملكه الاردنيه الهاشميه، تشكل نحو 50% من الموسم مثل هذا العام لنفس الفتره. الهطولات كانت تركزت حقيقه خلال 24 ساعه الماضيه على مناطق الجنوب ومناطق الاغوار الشماليه، وتدفق شديد كان في نهر اليرموك و في نهر الأردن بأسفل سد الوحدة. أسفل السد كانت كميات المياه أكثر من 180 متر مكعب بالثانية، وهذا رقم مرتفع جدا. أعلى السد كانت لا تزيد عن 20 متر مكعب بالثانية. فهذه التدفقات اللي حصلت نتيجة ارتفاع منسوب المياه في أسفل سد الوحدة في نهر اليرموك وارتفاعها أيضا في نهر الأردن أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في النهر، و المزارع المحاذية مباشرة للنهر مثل ما شاهدنا في بعض الصور اللي زودناكم فيها هناك ارتفاع ودخول كميات المياه. إن شاء الله أنها الأضرار بسيطة، يعني كنت بتواصل مع المعنيين الإخوان اللي بصدة وادي الأردن في منطقة الأغوار، أكدوا أنه يعني لا تزيد عن 15 وحدة وأضرار إن شاء الله أنها طفيفة، وبعضها كان فيها أشجار كبيرة إن شاء الله هذا ما بيأثر عليها. هناك لجنة مثل ما ذكرت ستقوم بالوقوف على هذا الواقع، ولكن مثل ما ذكرنا في البداية أنه الأمطار تركزت خلال 24 ساعة على مناطق الجنوب، حيث أنه محافظة معان احتلت مرتبة الأسد في كمية المياه التي حطلت عليها خلال 24 ساعة حوالي 135 مليون متر مكعب، وأيضا كان العاصمة حوالي 98 مليون متر مكعب، الطفيلة حوالي 25 مليون متر مكعب هطل عليها. العقبة بالمناسبة كانت رقم مرتفع أيضا، نحكي عن حوالي 38 مليون متر مكعب من كميات الأمطار التي هطلت على محافظة العقبة، وهي كميات كبيرة في خلال هذا الوقت. أستاذ عمر أيضا تأكيد على معلومتك الأولى أن 60 يعني إحنا حققنا الآن من الموسم المطري من المعدل الموسمي 60% حتى هذه اللحظة. نعم صحيح، وهذا إن شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى دائما رحمته واسعة بفضل الله سبحانه وتعالى هذا البلد الخير المطمئن الذي يعني فيه خير كثير إن شاء الله. يعني جاء هذا المنخفض والمنخفض الذي قبله وعدل الموسم بعد أنه تأخر طويل لكميات الهطول الأمطار. طيب بدي أشكرك جزيل الشكر الناطق باسم وزارة المياه والري سيد عمر سلامة، شكرا جزيلا لك.